السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم، اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. إن شاء الله اليوم نقدم لكم واحد الفيديو، واحد الفطائر زوينين بزاف واقتصاديين بمناسبة رمضان إن شاء الله. زوينين هاد الفطائر، خفافين، هانتوما تبعوا معايا المقادير وطريقات التحضير ان شاء الله. كنتمنى نكون خفيفه ظريفه عليكم وان شاء الله. عندي هنا واحد 150 غرام ديال الكفته، راه محطوطه في هذاك الطبق. وعندي هنا البصلة الخضارية، وعندي الفلفلة خضراء. صافي، هادو هما المكونات اللي غندير. دابا هاد نقطع الفلفلة، ندوز عليها قطعة شوية بالموس، ومن بعد عاد باش ندوزها في الماكينة اليدوية. ما زربش الفيديو باش يكون هاد الشي يجيكم مفهوم. هاد الفطائر زوينين، ما فيهمش بزاف ديال التعقيدات، الله يرحمنا من هاد الغلا اللي كاين. الله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يرحمنا، الله يتولانا بالرحمة ديالو. صافي، هنا قطعت كاع الخضره اللي عندي، ما بغيتش نكثر الخضره بزاف، ما بغيتش ندير الكورجيت وندير خيزو داكشي، درت غير الفلفله والبصله، لان غنزيد واحد المكون اخر. هانتوما تبعوا معايا. هذه هي الماكينه اليدويه اللي كندوز فيها الهشوار يدوي. زوينه، عمليه صراحه. كنقطع بها هذا الشيء مزيان، اللهم هي ولا بلاش، كنا كنقطعها بيدينا. الحمد لله ملي كاينه بعدا هذه، واحد الحاجه اللي ما كتقطعش، كتقطع جميع الخضر، اللحم ما كتقطعهاش، ولا الحوت الا بغيتي ديري كفته ديال الحوت ما طحنهاش. ولكن زوينه بالنسبه للفلفله والبصله والكورجيت والربيع، قزبور ومعدنوس، كرفس، كل شيء كتردو ما شاء الله. زوينه، واخا يدويه زوينه. حتى الا بغيتي تصاوبي شلاضه ديري البصله ومطيشه وفلفله والخص مثلا، تقطع كل شيء. هنا عندي الشعريه الصينيه، واحد المورسو درتها تسلقات، شويه ديال الماء وشويه ديال الملحه. صافي، غندير هاد الخضره ديالي طيب شحر، الفلفله والبصله. هادي الزيت مخلط بين زيت الزيتون وزيت المائده او زيت نباتيه.
تخليهم يتشحروا مزيان. العجينة راه ما عجنتهاش، ما صورتهاش معاكم، انا صورتها معاكم شحال من مره، قلت بلا ما نصور معاكم العجينه، نصور غير الحشوه صافي. الحشوه راه كاين عده اشكال ديال الحشوه، كل مره كنديروا حاجه. المهم اننا نخفوا على الناس، تكون شي حاجه اقتصاديه شويه بحال دابا هكا، غير فلفله واحده وبصله خضار هي اللي موجوده في هذه الفتره، هذه الفتره الشتويه. البصله الخضاريه هذا الشيء راه تيبان خضر، لان البصله الخضاريه وفلفله خضراء. هذاك المرصو ديال الكفته 150 غرام كان عندي في المجمد، جبته البارح وبيته في المجمد، ربما ما نساليش نصوب هاد الفطائر ولا شي حاجه، قلت بلاتي نحطها في المجمد حسن حتى نبغي نصوبهم ونجبد الكفته. درت دابا باش تبقى تسخن عاد، باش نبقى نفرتت فيها بالمغرفه ديال المغرفه الخشبيه. هانتوما دابا كطيب البصله والفلفله، هي كتشحر، باقي ما درتش العطريه، انا غندير مازال العطريه. ها هي الكفته بدات كتطلق، كما قلت لكم راه بيتها في الفريغو. هذه الكفته ديال البقر، ديال البقري اللي كنقولوا حنا هنا، مهم ديال البقر. نغطيها بهذه حيت سخونه باش تطلق دغيا، لان كما قلت لكم العجينه عجنتها مع الصباح. دائما انا ملي كنبغي شي حاجه هذا كنعجن بكري باش العجينه تطلق، لان العجينه ما فيهاش الخميره نهائيا. وما تشحر لي هاد البصله والفلفله والكفته، انا بديت دابا ندير في العطريه لان الكفته قريبه تطلق. درت شويه ديال الخرقوم، شويه ديال البزار، كما قلت لكم البزار كيخرج النكهه ديال الخرقوم. انا البزار كامل كنبغي نديرو. هنا درت تحميره بابري اللي هي بابريكا، ودرت هذا سكنجبير زنجبيل صافي. بقات لي الملحه، شويه ديال قزبر معدنوس، واحد معلقه ديال صلصه الطماطم باش غير تعطي اللون فقط، ما ماشي ضروريه، درت على حساب تعطي اللون ديال الوجهات شي حمر شويه صافي. غنبقى نخلط هاد المكونات تينسجموا، تدخل العطريه الكفته وهاد الخضار. ممكن ما كتلاحظوا هاد الشيء بسيط، ما مكلف، ما فيه حتى شي حاجه مكلفه. هادي 150 ديال الكفته غير بعشرة درهم. هيا الملح اللي قلت لكم بقات، انتم يعني تبعتوا معايا المراحل خطوه بخطوه. ما زربش الفيديو، ما بقيتش كنزرب الفيديو، باش هادشي الى جاء المهل تيبان لك كلشي، داكشي كما كديروا تيبان. انتم هادشي راه قربت لكم الكاميرا باش يبان لكم مزيان. ها هي الكفته بدات كطيب مع الخضر،
والعطرية، هادشي كيشهي صراحة. صافي غادي نخليه تيطيب مزيان ونساجم مزيان، وغنزيد ليه هذيك الشعرية الصينية حتى هي باش تنسجم مع هاد المكونات. ها هي بعد ما صفيتها وقطعتها بشوية باش ما تجينيش، قطعتها بالمقص باش ما تجينيش طويلة نبقى نجر فيها. غادي نخلطها باش يدخلوها هاد المكونات، نساجم مع الكفتة وهاد الخضار والتوابل. طبعا راكم عارفين هاد الخلطة اللي درت راه غتعمري بها اي حاجة. هانتوما شتو كي جات. ها هي سميتها الحشوة ديالي، هانتوما كتشوفو كطيب. صافي دابا غنطفي عليها باش تبرد. عاد باش نعمر بيها الفطائر ديالي، هانتوما تبعوا معايا. انا مسحت سطح العمل لاني غنقرص فيه الفطائر، دائما النظافة، لان اللي كناكلوها خاصنا ننظفوها باش نديو اجر وفي نفس الوقت نتهلاو في الصحة ديالنا. العجينة ديالي هي هذه، كما قلت لكم راه ما فيهاش الخميرة نهائيا. عجنتها وخليتها شي 8 السوايع هكاك. نقسمهم كاملين ومن بعد نبدأ نقرص فيهم. يدي عمرها زيت، غندير واحد شي ديال صلصة الصوجة نجربها أول مرة غنديرها. نخلط هاد الخلطة مع هاد المكونات. الفطائر لذاذ 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 بزاف. كنتمنى تصوبوهم، ولا صوبتوهم بالصحة والراحة. حنا كاملين كنتعلمو بعضياتنا. اللي كيدير شي حاجة الله يكمل عليه، الله يدخل علينا رمضان بالصحة والسلامة والرزق يا ربي. كما قلت لكم دابا هنا غادي نقر، كما كندير مع دائما كنقرص نص قريصة بحال هكا باش كيجيوني ساهلين. غنحلهم بحال هكا ونحطهم ملي كنبغي نطلقهم باش نعمرهم باش نطويهم، كيجيوني ساهلي. هيا دابا هادي راه باقا كنحاول معاها. كلهم هكا كنهزهم كرات، كنبدا نطلق فيهم. ملي كنهز هادوك اللي طلقت كيجيوني ساهلين في التسريح، ما كيمحنونيش.
كنقرص غير بالزيت صافي. هانتوما بعد ما طلقتهم سرحتهم كاملين وطويتهم، انا دابا كنعمر فيهم. هادي دابا راه مطويه، الحشوه كنقسمها، قسمتها كامله باش تكفاني. درت فيها العدد اللي عندي ديال الفطائر، ديال العجين. تنطويه هكا هانتوما باش ملي نبغي نحطها ما تقطعش وتخرج لي الحشوه. ها هي هادي حتى هي غنسرحها وغنعمرها. كنتمنى ما يجيكمش الفيديو طويل. هانتوما كندير هكا، كنقرص هادي عاد نطوي عليها الجهه الاخرى باش ما تقطعش ليا، يعني كتكون صحيحه من هنا ومن هنا باش ما تخرجش الحشوه كما قلت لكم. زوينين هادو مثلا الا درتيهم الغدا وشاطو كتعشاي بيهم، ولا درتيهم العشاء الا شاطو كتاكليهم الغد ليه، تحطهم في الثلاجه في البواطه وملي جبديهم تسخنيهم بحال الا يلاه طيبتيهم. كتكوني صايبتيهم بيديك وعرفتي شنو درتي فيهم. الصراحه ملي كنشوفو بحال هادشي في الزنقه كنتشهاو، ولكن راه ماشي بحال هكا. ديال الزنقه ما كاين لا كفته لا شعريه صينيه لا حتى شي حاجه، شويه ديال البصله وفقط. حتى الفلفلان ما كايناش، شويه ديال الفلفل، شويه ديال البصله والتحميره والملح، كاينش داكشي الاخر. حيت الا جاو يديرو داكشي كامل ما غاديش يخرجهم. هانتوما كنخدم بشويه باش الحاجه البلاصه اللي شاط اللي فيها شي عيب راكم شفتو كيفاش كندير ليها. شوفوا العجينه تبارك الله كتقاد راسها بلا خميره بلا حتى شي حاجه. وهاد الفطائر تكونوا زوينين بلا خميره. راه ما درت لا خميره ديال الحلوى ولا خميره ولا الخميره ديال العجين حتى وحده، درت غير الملحه والماء. لان في الزمان راه ما كانتش الخميره، كان الناس كيخمروها بحال هكا، كيعجنوا بكري ولا يعجنوا في الليل ونوضوا في الصباح يطيبوه، كيجي على من الزينو والناس تبارك الله صحاح ماشي بحال دابا. ها هي لبست عليها شو العجينه تجريها هكا تجريها. وهذه العجينه نسيت ما قلتش لكم راه فيها الطريق ديال القمح. راكم شفتوني ملي كنعجن المسمنه الفطائر ديما كندخل القمح ديال الدار دائما، القمح اللي كنصوب به يعني كنصوب بيدي وكنطحنو في الطاحونه، ماشي كنشريه داك الدقيق الكامل ما كنشريه. هانتوما واخا طويتهم كنعاود نسرحهم مزيان باش يجوني مورقين صافي. اخر وحده هي هادي، هانتوما غنسرح هادي باش تلبس ليا صافي. ها هكا صافي. ها هما غنستفهم في الماطا. وغادي نحطهم في الفران مباشرة حيت ما غيخمرو ما والو، نحطو مباشرة يطيبو.
صافي نتلاقاو ان شاء الله ملي طيبو الفطائر ديالي بعد ما طابو ها هما. درت ليهم شويه ديال الفرماج من الفوق وذوقتو بعد الزويتينه هذه، انتو باقيين سخان ما قدر كاع نقيسهم. هنجيب الموس باش نقطعها سخاني، والفرماج ها هو راه داب فوق منهم محمرين وزوينين وطيبين مزيان، والحشوة راكم شفتوها لذيذة بزاف. فطائر بدون خميرة الفطائر ديال اليوم هذا، كنتمنى يعجبكم ونكون خفيفة ظريفة عليكم. وإلى فيديو قادم إن شاء الله بحول الله وقوته. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.